لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بل سائل الأعمى مضى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وذاك السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك. يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك.